وبمناسبة عيد البشارة ومن أجل السلام في روسيا وأوكرانيا، ترأس غبطة البطريرك روفائيل ساكو قداسا في كنيسة سلطانة الوردية في بغداد، وقد تضرع الجميع إلى الرب أن تنتهي الحرب ويتحقق السلام والأمان بين البلدين. اشترك في القداس عدد من المطارنة والآباء الكهنة والأخوات الراهبات وجمع غفير من المؤمنين. وقال غبطته في كلمته: للحروب آثار مدمرة: قتلى وجرحى ودمار وتهجير وفقر وأمراض، وختم قائلا: نحن في زمن الصوم الكبير لنراجع ذاتنا ونجدد عزمنا من أجل السلام والمحبة والخير